هو نفس نظرية المؤامرة دي قالوها على الإخوان المسلمين إن هم بيقتلوا نفسهم عشان يثبتوا إن هم ضحايا، انت ما نفس شفتش النظرية. الصورة بتاعت الهامر الراجل اللي بيعمل كده وبيضرب زميله اللي خارج من، عشان لا تلزق أنا ما في شفتش، الراجل، بس أنا بتكلم على، تلزق في الراجل لا أنا بتكلم، بتاع عربية الجيش بتكلم الهامر، لماذا إذا عربية كان الجيش يعني الهامر. إذا صح، إذا صح لقينا فيه صور وضبط إذا صح هذا وقائع. الاستنكار، ما هو برضو عنده لا ما وقائع. صور بقى على المشكلة فكرة، يعني صور، لا صور ما مش فوتو بتاع، لا مش فوتو، هو لا عنده أدلة برضو، لا هو عنده أدلة، يا عنده دكتور أدلة مثلا أن هناك كثير من القضايا لا يكون فيها شفافية في العرض من قبل المتحدث العسكري ولا قوات الأمن، ما فيش شفافية. يعني مثلا يقول لك إن ال 25 اللي ماتوا في سيناء واحد بس اللي موتهم، هو في هم بيقولوا المنطق يرفض ذلك، انا بكلمك ما برضو على طبعا لسانهم، يرفض زي ما في واحد يقول